ملعبها لخيمينيز ياخذها يستلم جهه الحمادي حمادي 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 ياخذ كرته على طول يطلع ولا لا يعدي ولا لا يلعبها ورا مباشره تتلعب خطيره جول جول مش معقول يا جماعه خيمينيز اليوم واقف بس واقف والكره تصطد فيه يوم تبغيك تبغيك والله يوم تبغيك تبغيك هذا هو خيمينيز تبيك ما تبيك الكره تبغيك واضح تماما انها تبغيك شوف هذا هو الحمادي شوف الحمادي لاحظ 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 الحمادي طلع بعرض الملعب تطلع بعرض الملعب شوف خيمينيز وهو واقف توصل لعلي حسين يشوت والثاني بس قاعد يصد الثاني بس قاعد يحول قاعد يحول مره مني ومره مني وخيمينيز ماشي معاك يا عم ماشي معاك يا عم والله الحظ لما ياتي يخلي الاعمى ساعاتي هذا هو فعلا الحظ لما ياتي يخلي الاعمى ساعاتي وهذا هو خيمينيز اليوم نعم يسجل الهدف الثاني والهدف الشخصي الرابع لهذا الموسم